مرحبا أصدقائي، برنامج التبادل الريفي هو موضوع حلقة اليوم. تحصل على تصريح عمل والخبرة الكندية من أي دولة عربية تابع مع الاستمارة للتقديم خلال برامج كثيرة ومتنوعة منظمة مصرح لها من طرف الحكومة الكندية، وتعطيك تصريح العمل لتحصل على الفيزا، وهم غير ربحيين بمعنى أنهم لا يطلبون أي أموال، فقط تقدم الاستمارة وتنتظر الرد عبر بريدك الإلكتروني. غير ربحية، وهم يقولون أنهم كنديون، فالسنة التي تم افتتاح في هذه المنظمة هي السنة التي ازددت فيها أنا، وهي 1985. نتطرق إلى كيفية التقديم عبر هذه المنظمة الغير الربحية والهادفة لمساعدتكم للحصول على تصاريح العمل. وأنت جالس في بيتك تابع معي إجراءات التقديم، وهنالك العديد من المجالات، منها الطهي، منها المنافسات، منها الغابات، العمل في البرنامج الدولي للعديد من البرامج، وليس برنامج واحد يعبرون العالم وقارات العالم. الموقع في أول تعليق تجده مثبت هناك، ويمكنك مشاهدة بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالموقع. تنزل إلى الأسفل، هنا برامج العمل والسفر للخارج، وهم غير هادفين للربح وكنديون ويحبون ما يفعلون. ولقد قمنا بتمكين الآلاف من تجارب العمل والسفر التي غيرت حياتهم منذ 1985، ونحن منظمة معترف بها من حكومة كندا، ويمكننا مساعدة الشباب في الحصول على تصاريح العمل من خلال برامج انترناسيونال اكسبيريونس كندا والخبرة الكندية انترناسيونال كما ترى. خبرات سفر مدعومة وآمنة، سنتجه إلى الاستمارة. تابع معي، أريد أن أقرأ هذه المعلومات لأنها مهمة وستساعدك في معرفة المزيد عن المنظمة. اقرأ هذه المعلومات كلها، تجد العنوان والبريد الإلكتروني الخاص بهم، أرسل لهم في هذا البريد أيضا. فوق في أعلى الصفحة ثلاث نقاط، تجد المعلومات والمسكن، يعني هوم يعني الصفحة الرئيسية، والبرامج. تضغط على السهم يعطيك السفر إلى وظيفة وتعال إلى كندا. سنتصفح تعال إلى كندا فقرة بفقرة، تتصفح المنظمة وتتعرف عليها. البرامج الواردة، العمل الزراعي في كندا، أكثر من 100 مزرعة في برامجنا. 100 مزرعة ستجد فيه على الأقل مزرعة واحدة ستجد فيها أنت فرصة عمل، أو يجدون لك فرصة عمل، فهم يبحثون لك عن عمل وعقد عمل مع مشغل كندي. فارمستي كما ترى، ابقى مع عائلة مزرعة مشاركة، وشارك في الأنشطة اليومية في ريف كندا، وتكون صداقات جديدة، ومدة الإقامة من 12 أسبوع، وأنت تتعرف على الموقع. اتصل بنا. ها وصلنا إلى الاستمارة. ستضع الاسم الأول والكينيا، البريد الإلكتروني باسمك ونسبك، الدولة. عندما تصل إلى الدولة ستنزل آخر صفحة، ثم تضغط على آخر، ثم برجاء أن تحدد ستضغط عليها، ثم تكتب أنت دولتك هنا على هذا الشكل. ستكتب مثلا المغرب، جزائر، تونس، كل واحد يكتب دولته هكذا، ثم رقم الهاتف 00212 المغرب، 13 الجزائر، وهكذا. كيف سمعت عنا؟ الرسالة ستكتب فيها أين تريد أنت العمل، ثم يقدم. مثلا أريد العمل في المزارع، في البرنامج العمل الزراعي في كندا، وأريد أن أتقدم إلى برامج الزراعة كما ترى. تريد العمل مع عائلة، أنت تختار. أريد المشاركة في الأنشطة اليومية، ستكتب ذلك في الأسفل. هنا بالنسبة للبرامج تكلمنا، هنا السفر إلى وظيفة تضغط عليها، يعطيك المعلومات الخاصة ب السفر بالزراعة، البستنة، الضيافة، زراعة الكروم، برامج فريدة من نوعها من العدد المتواضع المتدربين، وأنت تقرأ هذا. فكل هذه برامج موجودة وترسل نفس الاستمارة. دائما في أقصى اليمين الاستضافة، اتصل بنا، المقالات، تضغط على اتصل بنا وتبدأ في التواصل معهم عبر هذا الشكل الذي أريتك، وأنك تريد التقديم إلى العمل في المزارع أو العمل عند العائلات. هنا الخريطة والاتجاهات، وهم 24 ساعة على 24 ساعة سوف يتواصلون معك، وهذا مكتوب، ونحن نقدم دعما على مدار 24 ساعة.
يدعمونك في أي وقت ترسل لهم فيه. تبادل الريفي الدولي موضوع حلقة اليوم. أتمنى لكم حظا موفقا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد.